قبل ما نتكلم بتوسع شويه، تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه، نتعرف منه على الاجواء قبل مغادره الفريق لملعب المباراه. اتفضل يا كريم. كل الشكر والتحيه ليك كابتننا الكابتن ايمن شوقي، وتحياتنا ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تحدي كبير جدا، ويمكن النهارده مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. يمكن بقى لنا اكثر من 28 يوم بعاد شويه عن مباراه الدوري، كان الانشغال كله في البطوله الافريقيه، لكن الرغبه موجوده والدوافع متواجده. ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون مع فريق النادي الاهلي اليوم في مباراه مهمه جدا، نقاطها تكون مهمه مع فريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، البطوله الصعبه اللي بتقابلك تلاحم مباراه بشكل كبير جدا في البطوله الافريقيه. لكن بالروتيشن المعتاد والمتوقعينه من الجهاز الفني، الراجل بيحاول يدور اللعيبه عشان يقدر ان هو يكون في نفس طويل جدا على نهايه الموسم. عندك لسه مباراه نهائي كاس مصر ان شاء الله باذن الله مع نادي بيراميدز، وعندك مباريات عديده جدا، فان شاء الله النهارده يكون اللعيبه في قمه تركيزهم، يكون في روتيشن، يكون في عدد من اللعيبه تاخد بعض طبعا الوقت لاراحه المباراه النهارده، على امل بشكل كبير يكون مباراه نهائي كاس مصر ان شاء الله، اللي بنتمنى ما يبقاش بتنشغل شويه وبتشغل حيز من الفكر بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. الوعي الكبير المعروف وايضا كمان القامات الكبيره جدا في فريق النادي الاهلي وكباتن على الفريق يقدروا ان هم يفصلوا بشكل كبير، ويكون تركيزنا النهارده في ثلاث نقاط يكونوا مهمين جدا لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. اليوم الاهلي وغزل المحله على استاد القاهره في التاسعه والربع مساء، الجوله 23. ان شاء الله باذن الله بنامل كل توفيق للنادي الاهلي وايضا كمان لمستر كولر في هذه المباراه. يعني الغيابات صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن خلاص يمكن الفتره اللي فاتت يعني الكل في واحد زي ما بنقول، الكل على قلب رجل واحد، اي لاعب يكون متواجد مكان مش مكانه لابد يكون بقلبه بشخصيته بروحه. عشان كده بنتمنى كل التوفيق لكل اللعيبه النهارده. يمكن اكيد هيكون في بعض التغيير في التشكيل، لان عدد من اللاعبين مستر كولر بيحاول ان هو يريحهم للفتره القادمه، وعلى راسهم طبعا الشناوي. يعني طبعا الشناوي بيقوم بدور كبير جدا جدا الفتره الماضيه، كابتن فريق النادي الاهلي يمكن مع المنتخب وايضا كمان مع فريق النادي الاهلي، وعدد كبير ايضا من لاعبي النادي الاهلي. الشناوي النهارده بالتنسيق مع الجهاز الفني يعني النهارده كان راحه للتدريب، مش هيكون متواجد النهارده في المباراه. علي لطفي واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بتمنى له كل التوفيق. علي واحد من الشخصيات المحترمه جدا، علاقته طيبه جدا مع الجميع، الكل بيحبه الكل بيتمنى له التوفيق. عشان كده بنتمنى لعلي ان شاء الله النهارده يكون موفق بشكل كبير جدا في حراسه مرمى النادي الاهلي، ويكون سبب من اسباب الفوز كعادته، بيتمرن بيركز بينتظر الفرصه ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفق علي ويوفق ايضا كمان كل لاعبي النادي الاهلي. زي ما قلنا يمكن في رؤيه فنيه للاعبين طبعا الخارجين عن القائمه، محمد اشرف، كريم الدبس، محمد فخري، رأفت خليل، ايمن اشرف، شادي حسين، برونو سافيو، يمكن محمود متولي هو الحقيقه الوحيد اللي خلاص في المرحله الاخيره من التاهيل، الدفع بيه طبعا من عدمه رؤيه فنيه طبعا لمستر كولر. الراجل خلاص في المرحله الاخيره، لكن ان شاء الله باذن الله يعود من جديد والمؤازره مع فريق النادي الاهلي سواء في مباراه اليوم وايضا كمان في المباريات القادمه. يوم اعتياد يا كابتن ايمن في فندق الاقامه، يعني بعد انتهاء الفطار مباشرة تكون المحاضرة الفنية الأخيرة لفريق النادي الأهلي لمستر كولر. يعني ما بتطولش شوية المحاضرة، من 10 دقائق ل 15 دقيقة، التأكيدات البسيطة جدا، تأكيد على التشكيل، كل الأمور الحقيقة الطيبة جدا اللي بيأكد عليها مستر كولر. يتبقى لنا كل التوفيق، يتبقى لنا المساندة الجماهيرية، وإن شاء الله بإذن الله زي ما كل جمهور النادي الأهلي العظيم متعود، زي ما كل مشاهدينا متعودين لحظة بلحظة نكون معاكم طبعا من خلال شاشتنا، شاشة قناة النادي الأهلي، تحرك الفريق، الوجود أيضا كمان في استاد القاهرة، ننقل الأجواء، ويكون أيضا كمان لينا حديث معاك يا كابتن أيمن من استاد القاهرة، ننقل كل الأمور الخاصة اللي بينتظرها كل جمهور النادي الأهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كريم طمنا على الاجواء وان شاء الله خير، دايما بنبقى متفائلين، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله دايما بنحب نكرر ان بعد المباريات اللي هي بتيجي كبيره شويه اللي فيها انتصارات، اللي بيبقى في بطوله افريقيه واخد البطوله عامل فوز كبير، بيبقى في بعض القلق. ولكن لعيبه النادي الاهلي، اي حد، احنا طبعا متوقعين ان مستر كولر بعد الماتش اللي فات يعمل شويه تغييرات كالعاده، يعني لما يكون في ماتشات كتير وماتشات تقيله ورا بعض وعنده نهائي كاس الاسبوع الجاي، فمن المتوقع ان النهارده يكون في بعض التغييرات.